بسم الله الرحمن والرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تهاون ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبي سبيل دين الحق غير مبتدي وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة فالله موجود قديم باقي مخلف لخلقه وقائم غني ووحيد وهي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تتزم فقدرة إرادة سمع بصر أية علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بصدق وتبليغ والأمانة وجائز بحقه من عرض بغير نقص خفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاء الملائكة والمستاهل دين كل واجب ففلحمسنا بحكم الواجب تمثل حمسة دين وعشرين لازم كل مكلف كل متابع لدو وإسماعيل وعيسى كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا صعيب هارون وموسى ويسى ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الغاية عليهم الصلاة بالهدى تنزلها تامر داودا وإنجيل على عيسى وفرقدان يا خير الملاك وسوق الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به رسوله من أخير وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة أبوه عبد الله عبد المطلب ذرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفتح بطيبة المدينة أتم قبل الوهي أربعين وأمره قد جاوز الستين
وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من زكريت فمه قاسم عبد الله وهو طيب وطير في زين زي لكب آته إبراهيم من سوريا هم ستة فخذ بحم وليجة وأربع من الإناث تذكروا فاطمة زهراء بعلها علي وابنهما سبطاني بدلهم جلي وبلغ الأمة بالإزراع وفرد غمسات بلا الضرائع فبدا سيدي كل بتصديق له فبالعراج جد وفاء بلغ وهذه أجدة المتنصرة وللعوام سنة ميسرة أبيض بيض بيدي جمالي تربح لي غير الرجال سميتها أكيدة الأول